أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من المشهد. نقرأ فيها المشهد السعودي وتطوراته. المملكة السعودية في التسعين، مسارات، تحديات ومآلات. أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا وأمريكا تشكيل حزب معارض باسم التجمع الوطني، اعتبر أول تحرك سياسي منظم في الخارج ضد النظام في عهد الملك سلمان ومن يوصف بالحاكم الفعلي للمملكة ولي عهده محمد بن سلمان. يأتي تشكيل الحزب في العيد الوطني التسعين للمملكة التي لا تسمح بمعارضة وفي ظل حملة قمع متزايدة ضد المعارضين. أسئلة كثيرة حول السعودية في ذكرى التسعين لإعلان المملكة مملكة آل سعود في الحجاز ونجد، وتساؤلات حول مسارات هذه المملكة، حول تحدياتها، وتساؤلات أكبر حول المآلات. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من بريطانيا سعد الشرعي الناشط والمدون اليمني، وعبر خدمة سكايب من اسطنبول الكاتب والإعلامي السوري أحمد كامل. سعد الشرعي، طبعا تداخلات السعودية واليمن تاريخ والحاضر معروفة، والتحديات التي تواجهها السعودية حتى حاليا في التسعين، وهي في التسعين مملكة آل سعود، المستنقع اليمني هو أبرز هذه التحديات. ولكن قبل أن نأتي إلى الحاضر، طبعا السعودية بصورتها بمكانتها بموقعها بمكانتها الدينية بشكل خاص أرض الحرمين ما زالت تفرض نفسها، وإن الأسئلة حول مآلات الوضع فيها زادت في ذكرى التسعين مع ما تشهده من تحديات عناوين كثيرة يعرفها ربما العام والخاص. يعني أهلا وسهلا بكم إخوان الكرام، تحية لك أخي الحبيب وتحية لطاقم القناة ومشاهديها. المملكة العربية السعودية المترحلة إنجاز التعبير في عامها التسعين هي ربما في آخر مراحل عمرها. هم جاءوا لإعادة الشرعية ولخدمة الشعب اليمني، وما زال نفس الخطاب. طيب. والرياض طيب. تستضيف الحكومة
الممثلة بالنسبة لها والمعترف بها دوليا طيب. وغيرها طيب. من ما تعرفه يعني. طيب يا أخي أنا أعتقد أن اليمن هذه في موجودة في كوكب الأرض وليست في المريخ، يعني أنا وأنت لدينا حواس، لدينا عيون، لدينا أذان، لدينا أفهام، وكل الناس يرون ويفهمون. أين الرئيس؟ 6 سنوات وهم قالون وهم جاءوا لاستعادة الشرعية، لم يعيدوها بل أخذوها. الحاصل أنهم أخذوها ولم يعيدوها. الآن ما الذي يبقي الرئيس في الرياض؟ قم، هو يريد أن يعود والحكومة كلها تريد أن تعود، لكن السعودية نفسها هي التي تبقي الرئيس. إذن هي أخذت الشرعية ولم تعيدها. خدمة الشعب اليمني أيضا قالوا جاءوا لتخفيف معاناة اليمنيين، الذي حدث العكس، هم ضاعفوا المعاناة. 8 مطارات متوقفة، 9 موانئ متوقفة، المغتربين اليمنيين طردوهم، الذي باقين سعودوا عليهم المهن. يعني أكبر كارثة الآن وأكبر مجاعة في الكون إنجاز التعريف فهي اليمن. طيب. وهذا بإنتاج سعودي وبإرادة سعودية بحتة، على من يكذبون يعني؟ طيب. دعك لحظة أخي، دعك ما يقولونه في الإعلام، ما يقولونه في الإعلام عكس تماما الموجود على الأرض. طيب ابقى معنا يا سعد الشرعي. أحمد كامل الكاتب والصحفي السوري، طبعا قبل أن نأتي إلى سوريا والتداخل السعودي، طبعا التاريخ كذلك له دور مهم، سوريا رابط تاريخي والسعودية، ولكن ربما بالنظر إلى الصورة الأكبر، السعودية يعني الحديث ليس عن بلد عادي، يعني هناك البعد الديني، هناك البعد التاريخي، هناك البعد الجيوسياسي، وهناك البعد الاقتصادي. يعني نتحدث عن مملكة في 90، يعني ما ملامح هذه المملكة في تسعينيتها إن صح التعبير؟ ملامح أفق تغيير كما يقول محمد بن سلمان، أفق 2030، أم معالم أزمة حقيقية تواجهها وصورة متدهورة في العالم وحتى في المنطقة؟ العلاقة التاريخية هي ما بين الشام ونجد والحجاز، ليست بين سوريا هذا الكيان الذي عمره 100 سنة، وما بين السعودية هذا الكيان اللي عمره 90 سنة، وهي كيانات أثبتت فشلها المطلق، يعني فشلا ذريعا. المملكة العربية السعودية هذه هي الدولة الثالثة. طيب يعني وأنت أنت تشير، يعني هل بدت مسلمة فعلا؟ يعني تعود باستعمال تعبير السعودية مع أنه مرتبطة بعائلة أساسا، يعني وليس كما كان المكان التعبير الأصح هو نجد والحجاز مثل ما أشرت فعلا. يعني شيء مشين ومعيب جدا أن تسمى أطهر البلاد باسم شخص عادي، يعني ولو كانت هذه البلاد يجب أن تسمى باسم شخص، فمنها محمد، منها أبو بكر، منها عمر، منها عثمان، منها أعظم الرجال الإمام علي، منها الحسن، ومنها الحسين، ومنها خالد بن الوليد، ومنها ولكن ليس استمرار في المنطقة، يعني حتى الشام عندما سيطر الأمويون سمي عمليا الدولة الأموية، يعني مرتبطة بعائلة كذلك يعني لحد ما. يعني سوريا ما كانت دولة أموية، كانت الخلافة الأموية، يعني دولة إسلامية تسيطر على العالم كله، عاصمتها دمشق. لم يكن يوجد دولة اسمها سوريا قبل 100 سنة، وقبل ذلك كانت ولاية اسمها الشام وليس دولة اسمها الشام. طيب ولكن هل المشكلة في التسمية فقط أم في ما ظهر من هذه الدولة؟ يعني لو كانت صورة السعودية مختلفة هل كان يطرح هذا الإشكال أم أنه لا يطرح أساسا؟ يعني تسمية الدولة باسم شخص هي البداية القبيحة السيئة الخطأ التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى هذه النهاية، أنه يحكمها شخص. يعني تخيل حجم العار أن أول حزب غير رسمي غير معترف به في السعودية يتشكل عام 2020، يعني قبل نهاية الوجود بكم يوم، قبل يوم القيامة بكم يوم. طبعا لكن هو أنت تشير إلى حزب التجمع الوطني، وهو يطرح فكرة أنه ترسيخ مسار ديمقراطي وتغيير في المملكة المطلقة، يعني ليس هناك حديث عن ملكية دستورية أو نوع أي نوع من المعارضة. ولكن في المقابل طبعا بالنسبة للسعودية، آل سعود، المملكة السعودية عنوان لتوحيد المملكة وعنوان للرخاء، يعني نقلة
فيما تعيشه السعودية مهما كان بالنسبة لها ولأنصارها. يعني الطعام والشراب والسكن والزواج هذه حقوق الحيوان ليست حقوق الإنسان. نحن نريد حقوق الإنسان. الحكم في السعودية يعطي المواطنين حقوق الحيوان، حق الزواج وحق الطعام وحق الشراب وحق اللباس. هذه ليست حقوق البشر. حقوق البشر تشكيل الأحزاب، تشكيل النقابات، اختيار الحاكم، اختيار القوانين. هذه حقوق الناس، هذه حقوق البشر، هذه حقوق البشر. ولا يتمتع المواطن في المملكة العربية السعودية التي هي نجد والحجاز المسمات زورا المملكة العربية السعودية بالقوة بالقهر بالسلاح مسمات هذا الاسم، المواطن لا يتمتع ولا بحق واحد من حقوق البشر، ولا واحد. لا استقلال القضاء، لا اختيار الحاكم، لا محاكمة الحاكم، لا مراقبته، لا لومه، ولا شيء يفعل الحاكم، يفعل واحد أحمق غبي فاجر يفعل بأقدس البلاد ما يشاء، ما يشاء. يعني يأخذ من أموال الدولة، سلمان هذا اللي هو غير واعي يأخذ من ميزانية الدولة السعودية ما يعادل مليون مرة ما يأخذه الرئيس الأمريكي من راتب على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على عمله. يعني الرؤساء في كل دول العالم يعملون بأقصى طاقة، يحرقون خلايا جسدهم لخدمة بلادهم، ويأخذون 10,000 إلى 15,000 دولار في الشهر. في بلجيكا البلد الذي أعيش فيه راتب رئيس الحكومة 7,000 دولار، وأنا عندما كنت صحفيا كان راتبي أكثر من 7,000 يورو، ورئيس الحكومة يأخذ 7,000 يورو وهو يعمل ليل نهار لأجل خدمة شعبه. في السعودية لا يحدد راتب الحاكم. سيدنا أبو بكر الصديق كان راتبه 3 دنانير، 3 دنانير، قرر له راتب قدره 3 دنانير فلم يأخذها، خاف، ذهب إلى عمر بن الخطاب وقال يا عمر الناس قرروا لي راتب 3 دنانير في الشهر، هل أستطيع أن أأخذ منها أم لا؟ فقال له انتظر، هذه مسألة مستجدة لم تكن على أيام الرسول، يجب أن نفكر فيها. وبعد تفكير سأله هل لديك دخل للمال آخر؟ قال له لا. قال له أبدا؟ قال له أبدا. هل عطلتك الخلافة عن عملك المعتاد التجارة؟ قال نعم، عطلتني كليا كليا. قال له بهذه الشروط، إذا ما عندك دخل آخر، إذا عطلتك الخلافة كليا عن عملك المعتاد أو عملك الآخر، فيحق لك أن تأخذ حاجاتك الأساسية، لا تأخذ 3 دنانير، لا، قال له تأخذها تصرف منها حاجاتك الأساسية. ولكن في ملكيات أخرى، يعني من يدافع ربما عن المملكة يقول مثلا في بريطانيا الملكة وعائلتها تأخذ أموالا كثيرة وتصرف عليها الدولة من دافعية ضرائب كذلك، يعني مع أنه للمملكة للملكة ولعائلتها أملاك كبيرة وباستطاعتها أن تنفق عليها. محددة معروفة، ونحن لا نعرف كم يأخذ كم يسرق آل سعود ويدفع للملكة وأولادها ويمكن زوجها ومجموعة صغيرة جدا. في السعودية 50,000 أمير والملكة والملكيات الدستورية، الملك لا يقرر شيء، يسير خلف الشعب. في البرلمان يقرر، في بريطانيا وفي بلجيكا وفي السويد البرلمان يقرر كل شيء ويستطيع. ولكن هل ابقى معنا أستاذ أحمد، هل هناك خصوصيات أسعد الشرعي، يعني من يرى في السعودية ويدافع السعودية يقول هناك خصوصيات للسعودية لتاريخها للمكان التي هي فيه، وبالتالي لا يجب محاسبتها ومقارنتها بالملكيات الدستورية، فيما مواطنون السعوديون اليوم في المنفى أو أمس أعلنوا عن إنشاء حزب ويريدون تغييرا، يريدون دولة تليق بتطلعات السعوديين. قبل أن أنا لا أدري عن أي تاريخ، ما هو تاريخها؟ تاريخها كله أسود، كلها تاريخها كله ملطخ، كله عار، كله خيانة، كله صهيانة. أنا شخصيا أعتبر هذا الكيان السعودي
كيان مرادف للكيان الصهيوني، حتى ظروف نشأة الكيانين واحدة والمهندس واحد. لورنس العرب هو في نفس المرحلة أسس هذا الكيان الصهيوني، ليس لهم تاريخ إلا تاريخ الخيانة. طبعا لكن هل من المبالغة، أليس من المبالغة في المقابل قد يقول من يدافع عن المملكة، وأنا أطرح الرأي الآخر، أنه القول هكذا وتعميم الاتهام، يعني يغيب ملك فيصل، السعودية وما قدمته وما حاولت على الأقل المساهمة فيه، يعني في خدمة قضايا الأمة كمن يدافع عنها كما يقول؟ شخصيا أنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا بما فيهم فيصل، هذا رأيي الشخصي، وأنا أحترم كل الآراء السابقة. هي بذرة خبيثة، هي بذرة خبيثة، ويتوارثون الغدر والخيانة كابرا عن كابر. كلام الأخ جميل ورائع الذي تكلم عن المسألة الملكية وأنهم يسمون باسم عائلة. حقيقة ليست المشكلة أن يسموا باسم أهل السعودية، المشكلة في التركيبة الذهنية والذهنية التي تحكم بها السعودية هذا البلاد. السعودية هذا الآل سعود يرون البلاد وما فيها ملكهم، حتى البشر، حتى البشر، تخيل البشر لا يعتبروهم مواطنين، لا يعتبرون شيء من أشياء البلاد الذي يرثها الابن عن أبيه. ليست القضية كيف يحكم، لو أنهم حكموهم بعقلية أي مملكة كالمملكة المغربية أو المملكة البريطانية، وهناك برلمانات وهناك حريات وهناك كل شيء، فليست المشكلة في تسميتهم بآل سعود. وأنا أقول لك الآن السعوديون، الآن أصبح السعودي هنا في لندن يستحي أن يقال عنه سعودي، وإذا سألته من أي البلاد أنت تقول لك عماني أو يقول لك قطري أو يقول يمني، لا يجرؤ. وأنا كان صديق لي اسمه الغامدي، قلت له وأنا أستضيفه عندي في القناة، في قناتي على اليوتيوب، سأسميك المعارض السعودي، قال لا تسميني سعودي، أنا جدي الغامدي وهو جد السعودي، شو معنى ينسبني إلى جدة وأنا ما أنسب إلى جدي، فأنا مواطن. لكن في المقابل عكس ما تقول، هناك من يفتخر بالسعودية، حفلات ومباركات بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، ومن يفتخر بالسعوديين بما حققته السعودية وأصبحت لاعبا مهما كان، والدليل أن العالم على سلبياتها وإيجابيتها يتحدث عن السعودية. السعودية هي مهمة، هي دولة محورية ودولة رئيسية جدا، لكن من تراهم يحتفلون، هم يحتفلون بعيد العيد الوثني وليس العيد الوطني. لابد أن تفرقوا، هناك وثن يدورون حوله ويسبحون بحمده، هو الولي والحاكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن جلد ظهرك وإن زنى نص ساعة في التلفزيون مباشر، وهؤلاء يحتفلون بالوثن وليس بالوطن. هذا كلام وهابين وليس بالضرورة كلام يعني الحكام السعودية، يعني ومهما كان كثير من السعوديين يحتفلون بهذا اليوم الوطني، ولا يجب أن نبخس الناس حقهم. يعني لحظة يا أخي الكريم، أنا أقول لك الذي تراهم في الواجهة الآن، والله أنهم من يسبحون بحمد النمام، أما سكان نجد والحجاز وبلاد الحرمين، والله أن القالبية لا يريدون هذا الرجل، مكبودين مكبوسين، يعني هم مساكين يا أخي ولدوا في بلاد قمعية منذ أن كانوا صغار، وهم يعلموهم لا تتكلم لا ترى لا تسمع آل سعود يقولوا وأنت قل. لكن هل زادت الأمور كما تقول التقارير الدولية، الأيفي مثلا في تقريرها بمناسبة تسعينية السعودية، أن الوضع زاد سوءا في حقوق الإنسان مع وصول خاصة محمد بن سلمان كولي للعهد؟ ما في شيء هناك اسمه حقوق إنسان، وأنا أؤيد كلام الأخ الحبيب وسبق وأنا قلتها، ما يعطى للمواطن السعودي هي حقوق الحيوان من مأكل ومشرب ونوم وتناسل، وهذه حقوق الحيوانات، حتى القطط والكلاب في بريطانيا يمكن عايشات من حيث الأكل، إذا هذه المقاييس الأكل والشرب، فهنا قطط يعني ثرية جدا وكلاب، يعني ما هي هذه القضية حقوق الإنسان؟ الإنسان كيان، الإنسان تفكير، الإنسان رأي، الإنسان حرية، حريتي أن أختار، حريتي أن أتألم. يا أخي هم ليس لديهم حتى حرية التألم، يعني الحاكم ظلمني جلد ظهري، ممنوع أقول آي أوجعتني، هذا ظلم. تخيل، يعني أنت في مملكة قمعية لا يوجد شيء اسمه حقوق الإنسان، البلاد على شفا جرف انهار. أقول لك يا أخي الكريم، أنا لحظة لو سمعت، هذه إضافة أخيرة مهمة جدا، أنه أنا تحديت أكثر من سعودي، هاتوا لنا يا أخي منذ أن جاء هذا الأمير الكارثة الذي أنا أسميه الأمير الكارثة، وكل سعودي عاقل يعتبره الأمير الكارثة، خطوة واحدة سياسيا اقتصاديا
اجتماعيا اعلاميا، خطوه واحده خطاها ولم ما يقال عندهم في السعوديه. هذا دائما يجيب العيد، يعني يجيب العيد يعني يجيب الامور، يجيب كوارث وتجيب طيب. الامور عكسيه. ارتكب اغبى حرب في العالم خاضها هو في اليمن، اغبى حصار في العالم خاضه هو في قطر، اغبى عمليه اغتيال في العالم خاشقجي، اغبى يوم وطني، اغبى رؤيه عمياء طيب. اقتصاد ينهار، يعني ناس على بحار من النفط الان يربطون الاحزمه، يقولون اربطوا الاحزمه سنزيد في الضرائب، هناك تقشف. كيف تقشف؟ كتقشف وانت تنام على بحيرات من النفط، هنا الخلل وهنا هنا طيب. هناك. يبقى معنا اسعد الشرعي لو سمحت. احمد كامل اعود اليك، يعني ماذا عن سوريا؟ طبعا صحيفه صحف كثيره كشفت بعد شكوى سعد الجبري رجل المخابرات السعوديه الساعد الايمن لمحمد بن نايف الذي اطاح به محمد بن سلمان واخذ مكانه وليا للعهد، بعد شكواه تكشف بأنه السعودية وافقت بتواطؤ بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد على دعم تدخل روسيا في سوريا، بينما كان بشار الأسد ونظامه يتهم السعودية بأنها هي التي تمول المعارضة، والسعودية تتحدث عن إيران وعن تدخل إيران، وأمس كلمة الملك السعودية تهاجم كذلك إيران. ولكن في سوريا بدأ بأنه بالعكس السعودية كأنها عمليا ساهمت في تثبيت أقدام إيران التي كانت على الأرض منهزمة قبل التدخل والتفوق الجوي الروسي في سوريا. طبعا الموقف المملكة العربية السعودية من القضية السورية تغير في عام 2017. في عام 2016 استلم الداشر المملكة في وبدأ يغير كل شيء، كل مواقفها انقلبت من كثير من القضايا ومن بينها القضية السورية. طبعا هو يقول الروسي افعل ما تشاء في سوريا لأنه هو يسيطر على عقله فكرة واحدة، كيف يصل إلى السلطة وكيف يحافظ على السلطة. فإذا عدوه الأول هو الحرية في السعودية وفي كل دول الجوار، في الحجاز، في نجد والحجاز، وفي الشام، وفي العراق، وفي مصر، وفي المغرب العربي. هذا هو عدوه تقريبا الوحيد، أي شيء آخر هو عدو درجة ثانية، بما في ذلك إيران. هو عنده مشكلة مع إيران وعنده عداء مع إيران، وهذا صار واضح في سوريا تماما. يعني لو كان معادي لإيران حقيقة فيجب أن يدعم الشعب السوري ضد النظام السوري، لأن النظام السوري هو لعبة بيد إيران، وهذا ما كان يفعله النظام السعودي قبل محمد بن سلمان. كان فعلا خاصة وزير الخارجية السعودي الله يرحمه سعود الفيصل، نترحم عليه لأنه كان واقف معنا بإخلاص، ويجب أن نقول الحق ونقول ننتقد بكل إخلاص، هذا هكذا يعلمنا الإسلام. كان حقيقة يقف مع الثورة السورية ومع الشعب السوري، لأن هذا الموقف هو ضد إيران، وهذا الموقف السليم، هذا الموقف اللي فيه الحد الأدنى من العقل السليم. لو كان محمد بن سلمان يريد أن يحارب إيران فيجب أن يحاربها في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان بغير الطريقة التي يعملها هو مطلقا. يعني ما يفعله هو في اليمن يقوي إيران وليس يحارب إيران. يجب أن يرد على إيران بحرب شاملة، كما أن إيران تحاربنا نحن العرب ونحن السنة حربا شاملة، يجب أن يرد عليها محمد بن سلمان بحرب شاملة. وهذا الرد الذي يقوم فيه خطأ في اليمن وخطأ في سوريا وخطأ في لبنان وخطأ في العراق، أضعف السنة في لبنان وشتتهم تشتيتا، وأضعف السنة في سوريا وسحب الدعم الذي كان، وإن كان دعم غير كافي الذي كانت تقدمه السعودية قبل محمد بن سلمان، ولكن كان لا بأس، أفضل من لا شيء. ونفس الأمر في العراق ونفس الأمر في سوريا. فإذا هو في سوريا أمام خيارين، كرهه لإيران اكتشفنا أنه أقل من كرهه للحرية، ولذلك توقف عن دعم المعارضة السورية، ومحمد بن زايد يطبع مع النظام السوري واتصل ببشار الأسد ويرسل له أموال لذبح السوريين. كرههم لإيران
أقل من كرههم للحرية، وهذا يحصل في اليمن. هم يكرهون الوجود الإيراني في اليمن، ولكنهم لكن هل ربما سنطرح هذا على أسعد الشرعي؟ لكن هناك من يقول أنه بالعكس، أنه التدخل السعودي الإماراتي في اليمن قوى النفوذ السعودي، النفوذ الإيراني بالأحرى في الساحة الخلفية للسعودية. أحمد كامل، هذا الذي حصل كما قلت لك، تدخل محمد بن سلمان بهذه الطريقة الغبية. يعني لو كان محمد بن سلمان يقاتل النفوذ الإيراني في اليمن أنا أدعمه، ويمكن أروح أقاتل معه، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذا الغباء. ما هكذا يكون قتال النفوذ الإيراني في اليمن، يكون بقيام دولة حرة وديمقراطية قوية في اليمن. قتال النفوذ الإيراني في سوريا يكون بدعم الحرية والديمقراطية في سوريا، ونفس الكلام في العراق، ونفس الكلام في لبنان. هو لا يستطيع أن يفعل الفعل الصحيح، وهو دعم الشعب، دعم حرية الشعب في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن. هذا عدو الأول، فهو أمام تناقض يعني واضح نتيجته، أنه هو يفضل عدو الأول هو الحرية ثم إيران، والحقيقة يجب أن يكون العكس. إذا هذا في رأيك هو الذي حرك السعودية مثلا لدعم الثورات المضادة مع الإمارات، دعم حفتر في ليبيا، انقلاب السيسي في مصر وغيره، يعني أكثر من الخوف من إيران التي تتغول وتسيطر على عواصم في المنطقة العربية. نعم، هو عدوه حرية الشعوب أكثر بكثير من عدائه لإيران، والنتيجة أننا سنخسر الاثنين. طيب، ولكن التفسير أو الذريعة التي التبرير هو أنه هذه الثورات كلها جاءت بالإسلاميين والإخوان المسلمين، وليست بالضرورة تعبر عن تطلعات الشعوب، وليس خوفا من انتقال العدوى إلى السعودية أو لبعض أنظمة الخليج. هذا كذب. الثورة اللبنانية ما فيها إخوان مسلمين، وهو لا يدعمها وهو ضدها. الثورة اللبنانية يعني ما فيها إخوان مسلمين مطلقا ولا إسلاميين. الثورة في الجزائر ما فيها إخوان مسلمين ولا إسلاميين وهو ضدها. في تونس الإسلاميين بيعادلوا 20% من الشعب وهو ضد الثورة في تونس. في سوريا الإخوان المسلمين في أي انتخابات ممكن أن تجري في سوريا يستحيل أن يفوز الإخوان المسلمون بأكثر من 10% من الأصوات في سوريا. ثلث السوريين يا إما علويين يا إما أكراد يا إما مسيحيين، لا يمكن أن يصوتوا للإخوان المسلمين مطلقا. يعني احتمال أن يفوز الإخوان المسلمين في انتخابات في سوريا هو صفر مطلق، يستحيل. وهو ضد الثورة في سوريا. وين الإخوان المسلمين في العراق وحتى في اليمن؟ يعني الحل في الحالة اليمنية يقال أنه التدخل في اليمن على أساس أنه بدأ أنه الإخوان سيطروا على الحكم في صنعاء عبر حزب الإصلاح. إذا استمرينا في الخوف من وصول الإسلاميين والإخوان المسلمين للسلطة، فسوف تحكم بلادنا كلها بالأنظمة العسكرية وبالأنظمة الموالية لإيران. إذا كان في سوريا يا الإخوان يا حافظ الأسد وبشار الأسد تقبل ببشار الأسد، مبروك عليك. إذا طيب. في اليمن يا إما إسلاميين يا إما حوثيين، تقبل بالحوثيين وتقبل بإيران، مبروك عليك. ونفس الكلام في لبنان وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي السودان وفي طيب. كل مكان. هذه معادلة مختلة وتؤدي إلى نتائج خطيرة ومختلة، تؤدي إلى ضياع كل بلادنا. طيب، من المحيط إلى الخليج. توقعاتك مع كل هذا، والسعودية في عامها 90 مع كل هذه التحديات والوضع الاقتصادي إلى جانب ذلك، وصورة السعودية بعد خاصة جريمة خاشقجي، السعودية إلى أين في رأيك؟ يعني أنا ماني قادر أكون محايد تماما. الذي أتمنى هو أن ينتهي حكم آل سعود لنجد والحجاز، هذا ما أتمناه، والتمني قوي ومسيطر على تفكيري، ويغلب الحسابات أو التحليل الصحفي. طيب، لكن في التحليل الجيوستراتيجي يقول أن السعودية بالعكس، هناك خشية من أي اهتزاز للسعودية عالميا، يعني بالتوازنات العالمية، يعني
حتى الذين لهم إشكال مع نظام الحكم في السعودية. يعني إذا كل ما حصل لا يسمى اهتزازا فما هو الاهتزاز؟ طيب. الذي يهز السعودية والذي يشكل خطر على النظام الملكي السعودي هو محمد بن سلمان، هو الخطر. طيب. اللي خلق مشكلة ضمن العائلة وأسال الدم ضمن العائلة، هو وهو الذي خلق مشكلة ما بين النظام الحكم وما بين رجال الدين، ما بين نظام الحكم وما بين الشعب، ما بين نظام الحكم أو الحاكم وأسرته، ما بين نظام الحكم، وهذا هو الأهم. طيب. رجال الأعمال ورجال الأعمال، فهو يعني هو الذي يدمر السعودية، هو الذي يدمر النظام السعودي، وأنا من ناحيتي لا بأس في ذلك فليكن. أحمد كامل الكاتب الصحفي السوري كنت معنا عبر خدمة سكايب. قبل أن أعود إلى سعد الشرعي، انضم إلينا في النقاش صرمد عبد الكريم الإعلامي العراقي من الدنمارك. سيد صرمد، هل يمكن تلخيص السعودية الآن في تسعينيتها في محمد بن سلمان، أم أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار؟ يعني. تحياتي لحضرتك ولكل المشاركين. أنا استغرب سمعت الحديث قبل قليل. حقيقة يعني المملكة العربية السعودية اليوم تعتبر هي السد الواقي ضد التمدد الإيراني في المنطقة، والنظام الحكم في المملكة هو نظام مستمر منذ مئات السنين، وهذا النظام بدأ بالانفتاح شيئا فشيئا وتطور شيئا فشيئا. هي ليست مسألة فتح مقاهي أو فتح بارات مثل ما يدعي الآخرين، وإنما هنالك انفتاح عالمي في المنطقة مقابل يعني تأخر ديموغرافي، هناك تراجع ديموغرافي نتيجة هجرة كبيرة جدا من آسيا عمال أسوين للخليج. يجب أن لا ننسى بأن هذا التهديد الإيراني هو تهديد خطير وتهديد وجودي، ولذلك كان واجب المملكة أن تصد هذا الهجوم. أما تلخيص بأنه اليوم تسعينية المملكة العربية السعودية بسمو الأمير محمد بن سلمان، فالحكم في المملكة هو حكم ملكي وراثي، وبدأ يتطور شيئا فشيئا سياسيا، وهذا ظلم كبير الذي سمعته قبل قليل، مسألة ربط الحكم السعودي بما يحدث في المنطقة. أنا أعتقد المنطقة الآن تشهد تطور، لكن حقيقة السد الذي يمنع تداعي كل ما يحدث في المنطقة هو هذا النظام في المملكة العربية السعودية، التي تشهد تطور على كل الأصعدة الصناعية والتجارية والفنية والثقافية، وإضافة إلى ذلك هي تحارب في عدد كبير من الدول، ونعرف ما يحدث في اليمن ويحدث في مناطق أخرى، وهو تهديد مباشر للمملكة العربية السعودية. الخطر الحقيقي الآن هو الخطر الإيراني، الخطر الإيراني يهدد علنا باحتلال مكة والمدينة، ويريد إسقاط مكة والمدينة تحت ذرائع مختلفة. والخطر الحقيقي على القضية المركزية الفلسطينية هو النظام الإيراني، عكس ما يدعيه تماما. ما حدث من قبل إيران في العراق ولبنان واليمن هو تخريب متعمد لكل البنى التحتية في المنطقة. لذلك أنا أعتقد من الظلم أن نتكلم عن المملكة بهذا الشكل. حاولت المملكة منذ البداية بأنظمتها الموجودة بدعم العراق ولبنان وسوريا وكل المناطق، أما ما يحدث من حروب فهو كبير جدا. هناك دول في سوريا، هنالك تدخل دولي كبير، الولايات المتحدة وروسيا وغيرها كلها موجودة في داخل سوريا. لولا متانة الحكم في المملكة العربية السعودية لذابت في هذه التغيرات وتقسمت هي الأخرى، لكن صلابة الوجود وصلابة هذا النظام الملكي وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، هنالك أمور جيدة جدا استطاعت المملكة في هذا الظرف الدقيق التقدم والقفز قفزات كبيرة. وأعتقد من الظلم أن نقول أن المملكة تأخرت أو المملكة هي تلخيص بسمو الأمير محمد بن سلمان. أنا أعتقد سمو الأمير محمد بن سلمان هو شاب، رجل أمير شاب يمثل تطلعات الشباب الآن، ووصوله إلى دفة الحكم وولي العهد بهذا المنصب هو بالحقيقة تطلع لشباب ليس فقط في المملكة وإنما في المنطقة كلها. طيب ماذا عن خاشقجي؟ ماذا عن ما يحدث في اليمن؟ أشرت إلى أنت كعراقي لأن السعودية هي السد المنيع أمام إيران، كانت العراق كان العراق هو الذي يوصف بأنه وقف سدا منيعا أمام إيران وأطماع إيران، ولكن بالعكس هناك اتهامات للسعودية بأنها لعبت دورا في سقوط نظام صدام حسين وتسليم العراق لإيران. لا هذا غير صحيح. بالحقيقة المملكة العربية السعودية
بعد انهيار العراق واحتلال أمريكا للعراق مع دول الحلفاء، أصبحت المملكة العربية السعودية هي الخط المباشر لإيقاف إيران عند حدها. أما مسألة مشاركة المملكة فبالحقيقة المملكة تحاول منذ الاحتلال منذ 2003 لحد الآن بشتى الوسائل مساعدة الشعب العراقي بكل الوسائل الممكنة إلى حد التدخل، وأرسلت كبار مسؤوليها، لكن هنالك ضغط إيراني شديد في داخل العراق، وهناك تحالف إيراني أمريكي لاحتلال العراق. يجب أن لا ننسى بأنه إيران هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة لاحتلال العراق، وكان الهدف الثاني بعد احتلال العراق بشكل واضح هو إسقاط النظام في المملكة العربية السعودية. يجب أن ننتبه لهذه النقطة، لأنه الآن الحاضرة الحقيقية الموجودة في المنطقة هي المملكة العربية السعودية. لو سقطت لا سمح الله معناها انهار كل الوطن العربي. يجب أن أوضح بشكل سهل، أنا يعني على طرفي نقيض مع النظام، لكن يجب أن أكون واضح جدا. معنا صرمت عبد الكريم، انضم إلينا في النقاش سلطان العبدلي المعارض النشط السعودي. سلطان العبدلي، السعودية نجد والحجاز بالنسبة لكم المملكة العربية السعودية في تسعينياتها، يعني أي مسارات وأي تحديات، وفي رأيك أي أمام آلات لهذه المملكة الآن؟ أهلا وسهلا بكم بضيوف الكرام. طبعا لا شك أنه ما يسمى بالمملكة العربية السعودية أو النظام السعودي يعني قاد هذا البلد العظيم، بلد الذي فيه قبلة المسلمين وفيه الحجاز الشريف وفيه أيضا هذه الكمية الهائلة من البترول في شرق الجزيرة العربية فيما يسمى بإقليم الأحساء والقطيف، قاده إلى الدمار وقاده إلى انهيار سمعته الكبيرة التي يحظى بها بين العرب والمسلمين. لم يكن غريبا أن النظام السعودي كان من بداية احتلاله للحجاز وبقية الجزيرة العربية كان يكيد لهذا الإسلام ولهذا الدين ولهذه القضايا العربية، مقدمتها قضية فلسطين كما تشير الوثائق البريطانية. ثالثا، النظام السعودي بدأ يتلاعب بقضية مهمة جدا، لأنه يحكم الحرمين الشريفين الحجاز مكة والمدينة، بدأ يتلاعب كثيرا على ورقة الدين وعلى ورقة العقيدة وطباعة المصحف، ويتلاعب كذلك في الحج والعمرة، ويسوق لنفسه أنه هو النظام الحامي بين قوسين لأهل السنة والجماعة، بينما هو في نفس الوقت ذاته هو الذي يقضي على هذه الطموحات الشعبية، إن كانت في أيام الجزائر أو كانت حتى في قضية فلسطين أو كانت في سوريا أو كانت في لبنان أو كانت في دول. ولكن أيام الجزائر إحقاق للحق، يعني السعودية حتى الملك سلمان نفسه لعب دورا في مساعدة الجزائر والثورة الجزائرية، يعني حتى جميل. بالشواهد التاريخية فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، هناك من يذكر ملك فيصل مثلا، هناك من يقول ربما الواقع لا يجب أن يغفل بأنه مهما كان كان للسعودية مواقف لا يمكن نكرانها. يعني لأكمل الفكرة الله يحفظك، أولا فيما يقال تكلمت عن الجزائر، أول شيء خالد نزار الجنرال الجزائري المعروف جدا كتب في مذكراته، وهذا الكلام بالمناسبة ذكر عام 92 حتى يذكر الشيخ سلمان العودة، قال حينما ارتقت جبهة الإنقاذ التي قال عنها فرانسوا ميتران، قال لو وصل الإسلاميون إلى الجزائر إلى السلطة في الجزائر لتدخلت فرنسا عسكريا. ومع هذا قال خالد نزار قبل سنتين أخرج مذكراته وقال كان الملك فهد طابع المصحف صاحب العقيدة الصحيحة وناشر العقيدة كان يقول له إن هؤلاء الإسلاميين لا ينفع معهم إلا العصا العصا العصا، ودعم الملك فهد شخصيا الجنرالات في الجزائر بسبعة مليارات ريال أي ما يقارب 2 مليار دولار، وأحدثت عشرة دموية رهيبة في الجزائر. أما قضية الملك فيصل فتكلمت عن هذا كثيرا، ارجعوا لمذكرات كيسنجر لتعرفوا كيف حينما كان يبعث الملك فيصل مندوب الخارجية السعودية عمر السقاف ليغازل هنري كيسنجر ويقول له إنه ليس هناك بلد عربي يريد المساس بإسرائيل أو يريد السوء لإسرائيل. النظام السعودي عموما لبس بهذه الطريقة التي ذكرتها، لبس على العرب والمسلمين وعلى علمائهم. وبالعكس هو مثلا تركي الفيصل مدير الاستخبارات السعودية في حوار مع قناة أمريكية يقول بأنه والده سيكون حزينا وغاضبا من التطبيع، وذكر بمواقفه في دعم العرب آنذاك في حربهم مع إسرائيل. هذا الكلام يعني أصبحنا يعني نكرر هذا الكلام إلى أن سئمناه،
نقول للناس ارجعوا إلى ما كتب الساسة الأمريكان، ارجعوا حتى إلى قضية الملك فيصل يوم يقولون أن شهيد القدس هذا الحاكم القتال بالمناسبة، وكان يرمي المعارضين في الربع الخالي بالطائرات. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام عن القدس هو لم يقطع البترول على أمريكا، وهذا كيسنجر ذكره في مذكراته، بل أرسل إلى بعض الدول الأوروبية يقول توسطوا لدى الأمريكان ألا يحرجون أمام يعني المنادين بحقوق الفلسطينيين. هذا واحد. اثنين، هو بلد يحكم مكة والمدينة، يحكم الحجاز، لا يمكن أن يرمي بثقله في مصلحة الصهاينة والإسرائيليين، هذا أمر معروف. وفيصل نفسه كان رجل دموي منذ أن حكم الحجاز. فهذا دائما السعود يضحكون على المسلمين ويضحكون على العرب بهذه، ينافقون في الظاهر بينما تحت الستار يطعنون العرب طعنة النجلاء في خواصرهم. هذا ثالثا، النظام السعودي نفسه يعني يستغل بعض القضايا حتى تجاه الإسلاميين والمراكز الإسلامية في الخارج، وبعض أيضا العرب من القيادات الشرعية أو الجماعات الإسلامية يستغل في قضايا الحج والعمرة يعني أو التطميع، أحيانا يستغل رغبتهم في المجيء إلى الحجاز وإلى مكة والمدينة. إذا نحن أمام نظام هو في الأصل هو نظام لا تهمه قضايا العرب. انظر على سبيل المثال وآخر فضيحة عارمة، الملك عبد الله الذين يقولون الذي والله ذهب إلى ومبادرة بيروت ورجوع ل 67 وغيره، ما الذي فعل حينما كان هناك نظام أو نظاما ديمقراطيا نزيها بشهادة العالم أجمع في مصر؟ ما الذي فعل؟ دفعت السعودية النظام السعودي المليارات لهذا القاتل السفاح عبد الفتاح السيسي لكي يزيل هذا ما يسمى بالنظام الديمقراطي في مصر. وما هي النتيجة؟ رجعت مصر 50 سنة إلى الوراء، وكأن في العهود الغابرة التي كانت تنضح بالدكتاتورية والاستبداد. إذا نحن أمام موضوع يجب أن يتضح للأمة، وإذا لم يتضح لهذه الشعوب العربية ولهذه الشعوب الإسلامية أن هذا النظام السعودي هو أعدى نظام عربي لكل قضية عربية وإسلامية وأكثر الأمر بالعكس. هو صرمد عبد الكريم ربما كنت تسمع له كان يقول بالعكس هو السد المنيع للأمة العربية السعودية. يعني خذ على سبيل المثال، خلينا يعني ننقل ما يقوله الطائفيون مما يسمون بالسلفيين أو أهل السنة والجماعة. خلينا نقول فهذا اليمن من الذي سلمها؟ بين قوسين لإيران. هذا العراق من الذي سلمها؟ هذه أفغانستان من الذي سلمها؟ هذه لبنان. أنا لست بصدد الحديث عن نقد السياسات الإيرانية، ولكن هذا ليس مقامنا الآن، ولكن مقامنا الحديث عن السياسات السعودية. انظر إلى لبنان على سبيل المثال، ظل الحريري يعبث بالأموال عبثا رهيبا ويبني المستشفيات وإضافة إلى العبث بالأموال الخاصة وبيروت وما بيروت. طيب إيران لها 40 عاما تعمل في بيروت وفي سوريا وفي العراق، وتعمل حتى في أفغانستان وتعمل في اليمن. هذا من حق أي دولة أن تعمل، لكن هو لا يعرف إلا كان ونيس وباريس، ويعرف نيويورك ويعرف جنيف. طيب، ما هذا نظام ليس لديه القدرة. طيب يبقى معنا أستاذ سلطان، لو تكرمت ما رأيك سرمد عبد الكريم؟ يعني أنت تسمع إلى هذا الصوت السعودي، يعني العكس يقول ليست سد المنيع. إيران يا سيدي الفاضل لا تعمل لا في لبنان ولا في العراق ولا في سوريا عمل إيجابي أبدا، بل هو عمل مخابراتي ميليشياوي عسكري، مهمة التهديم وتهديد البنية التحتية لهذه الدول وسرقة أموال هذه الدول. متى كانت المملكة العربية السعودية عامل سلبي في لبنان؟ ما هي بنت وتدخلت في لبنان لدعم لبنان وبناء المصالح والمستشفيات والمدارس والكليات ودعمت كل شيء. هكذا يعني يوصف الدور السعودي في داخل لبنان؟ حقيقة هذا كلام ظالم. أما ما يتكلم عن التطبيع، فالمملكة العربية السعودية كان موقف الملك سلمان خادم الحرمين واضح في الأمم المتحدة بأنه مع حل الدولتين ومن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. هو لم يطبع ولم يشترك، والنظام السعودي واضح جدا، ومبادرة الملك عبد الله أبو جمع المبادرة العربية لا زالت هي الورقة الموجودة في الجامعة العربية الرسمية وهو موقف رسمي. أما إذا كان هناك اختراقات على مستوى دول أخرى هذا لا يعني المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون واضحا بأن سياسة المملكة العربية السعودية مستقرة وواضحة. أما ما يجري من محاولات للالتفاف على هذا البلد أو ذاك هي محاولات. طيب، ولكن ما رأيك فيما كشفته أستاذ صرمد اليوم صحيفة الجارديان البريطانية من أنه بالعكس أن السعودية شجعت الإمارات والبحرين خاصة على التطبيع، وهي في التاريخ محمد بن سلمان بشكل خاص الذي وصفته بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، وأنه الملك سلمان فعلا لا يريد أن يذكر بأنه طبع
لي حسابات تاريخية لسنه كذلك مع إسرائيل، بينما محمد بن سلمان لا إشكال له، فقط هناك خشية من أن تفقد الصورة السعودية مصورتها كمرك كأرض الحرمين، وأيضا خشية أن تفقد قيادة العالم السني لتركيا بشكل خاص. هذا الأمير الشاب عندما استلم السلطة، استلم ولاية العهد، كان له خطوات واضحة. أما ما يتدعي الجارديان وغير الجارديان، فالمملكة لا تخاف لا الملك سلمان ولا سمو الأمير محمد بأنه إذا يريد يطبع سيطبع، لكن هنالك موقف واضح للمملكة سياسي ورسمي وديني وشرعي. أما مسألة المنافسة مع تركيا فهذا موضوع آخر، موضوع سياسي، الموضوع موضوع الإخوان المسلمين وغيره، وإحنا نعرف ما يجري حقيقة الأمور. هل دور تركيا دور بناء؟ هو الدور الموازي للدور الإيراني في تهديم المنطقة ومحاولة تقسيمها وتجزئتها خدمة للمشروع الأوروبي الأمريكي. لكن بالحقيقة إذا الجارديان تقول بأنه هناك تشجيع من المملكة، فلتثبت الجارديان هم لا يخافون، يستطيعون أن يقولوا نطبع مع إسرائيل. لكن كلمة الملك سلمان وضعت حد لكل الأقاويل في الأمم المتحدة، وهو موقف رسمي للمملكة، ولا يجوز أبدا الاستهانة. بدلا أن نوجه الدهاني بالذكرى 90 لتأسيس المملكة وتوحيدها، وهو بلد تم توحيده أكبر بلد عربي الآن، وهو النموذج الوحدوي الصحيح للنظام السياسي المستقر في كل أنحاء المملكة. انظر شبكة الطرق والتقدم والجامعات طيب. والمطارات وكل شيء في داخل المملكة. طيب جميل، يبقى معنا أستاذ صرمت لو سمحت. أسعد الشرعي، ما رأيك؟ يجب بالعكس تهنئة السعودية توحيد المملكة، وأيضا تنمية وموقف سعودي وسد منيع، سد للعرب يعني. على فكرة أخي الكريم، أنا نسيت أن أنا أضيف عندكم أصلاً، توزيع الوقت ليس منطقي إطلاقاً، وتركت سعودي وعراقي. عدنا إليك مع أنك يعني مع أنك أخذت القسط الأوفر في الجزء الأول يعني. على بالعكس يا أخي، والعكس يا أخي، والله أنك ظالمني، أنا في جعبتي الكثير. الأخ هذا العراقي طلع نعتذر لك يا سيدي، تفضل. السعودية بلد مستقر، أنا لا أدري كيف مستقر والصواريخ الحوثية تنهال على رأسه. السعودية بلد منفتح، أنا لا أدري كيف منفتح وهو يسجن على تغريدة. البلد الاقتصاد على ما يرام، أنا لا أدري كيف الاقتصاد على ما يرام. وزير المالية يقول للشعب السعودي أنه اربطوا الأحزمة. هذا الأخ العراقي الذي تكلم يقول كلام، والكلام ببلاش، لكن الواقع عكس ما يقوله الأخ تماما. دعني أعود إلى اليمن، ورجاء أن تتركني أبين لك شماعة إيران. هذا الشماعة الذي انفجرت خلاص. أنا بالنسبة لي بدأت أشك أن هناك عداء ما بين السعودية وما بين إيران. يا أخي الإيرانيين الآن يحمدون الله ليل نهار على نعمة السعودية. أكبر عامل للتمدد الشيعي في المنطقة هي السعودية. أرجوك أن تترك لي المجال. إذا ما نظرنا وعدنا قليل 40 سنة إلى الوراء، يعني المسألة بالعقل، عندما انطلقت الثورة الإيرانية الخمينية، وقال الخميني أنه سيمدد هذه الثورة وسيصدر هذه الثورة وسيأتي إلى الخليج الفارسي، قالها علنا. وعلى إثر هذه وردت فعل هذه تشكل مجلس التعاون الخليجي. 40 سنة لصد التمدد الشيعي وتصدير الثورة الإيرانية. 40 سنة، ما هي النتيجة؟ 4 عواصم طارت، ثم يأتي ويقول السعودية توقف إيران، السعودية تحارب إيران، السعودية توقف المد. بالعكس، أكبر عامل وأكبر مؤثر يعني يخدم إيران والتمدد الشيعي في المنطقة هي السعودية. أنا أذكر لك وأنا في اليمن من أهل اليمن، الحوثيون كانوا 40 شخص. يا أخي شوف، إيران تأخذ لك فصيل شيعي 50-20-40 شخص وتحولهم إلى قوة ضاربة. حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، ثم في كل مكان الحشد الشيعي الذي في بلاد الأخ سرمد، وكلهم. بينما السعودية تضرب أهم مكون سني باستطاعته أن يرد التشيع. هي معركة فكر، ولا يصد الفكر إلا الفكر. عندنا في اليمن كان الوحيد الذي يصد الفكر الشيعي الحوثي هو التجمع اليمني للإصلاح ذو الخلفية الإخوانية. أول من ضربه ضربته الإمارات وضربته السعودية. والآن أين هي اليمن؟ الآن اليمن في أحضان إيران. هل صحيح أنه التدخل السعودي أساسا جاء لأنه هناك انطباع بأنه هذا التجمع سيطرة وعبر الأحمر على الحكم في صنعاء وليس لإعادة الشرعية؟ نعم. أولا يا أخي الكريم، هذا الكلام أصبح من المسلمات، أصبحت العجوز في اليمن تدرك أنهم ما جاءوا لضرب الحوثيين، لا السعودية ولا الإمارات،
ما جاءوا لضرب الحوثيين، الحوثيين موجودين، الحوثيين يستعرضون في الميادين المكشوفة والطائرات السعودية تحوم فوقهم، لا يخافون ولا يقلقون. السعودية يعني الطائرات السعودية والإماراتية بردا وسلاما على الحوثيين، لا يشعرون بالخوف منها، هم يمشون ويستعرضون في كل مكان. أنا يمني يا أخي، قل هذا أخيك الذين يقول السعودية السد المنيع، وين السد يا أخي؟ يا أخي ما يسد، هي تسد نفسها، تحمي نفسها فقط، تحمي نفسها من الصواريخ. أخي في 6 سنوات وأنا أقول لك بالأرقام، الآن اليمن ستتحول أو قد تحولت إلى كربلاء جديدة. قبل 6 سنوات من مجيء السعودية ما كان هناك تشيع، كان هناك في صعدة وفي شمال الشمال بعض المدن، الآن صنعاء كربلاء. انظر في احتفالات الغدير، انظر في احتفالات، يعني منذ أن جاء السعودي إلى اليمن تضاعف التشيع وتضاعف التمدد والنفوذ الإيراني. وللتشيع التشيع طبعا الزيدي في اليمن خصوصية، يعني ليس الاثنى عشرية. لا 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 لا، أنا زيدي، أنا زيدي وجدي زيدي، الزيدية لا أنا أتكلم لك عن المد الاثنى عشري الصفوي الفارسي الإيراني. اليوم اليمن فارسية، من يحكمه الحوثيون اليوم، المناطق الذي يحكمها الحوثيين هي المناطق الخزان البشري. لا تصدق أنهم أن السعودية حررت 82%، بالعكس هم حرروا حضر موت وهي صحراء، وحرروا المهرة وهي صحراء ولم يأتيها حوثي، لكن المدن التي فيها كثافة سكانية مثل صنعاء وحجة وصعدة والحديدة وإب وتعز، والذي تشكل أكثر من 20 مليون، من 20 مليون يمني، يهندس عقولهم الحوثي بمناهج شيعية صفوية 12. على ما يتحدث هذا الأخ أنها سد المنيع؟ طيب سأعطي فرصة أستاذ أسعد لو سمحت تبقى معنا، سأعطي فرصة طبعا للأستاذ سرمد عبد الكريم، ولكن أعود إليك أستاذ سلطان العبدلي. يعني الآن السعودية في 90، هذه المملكة بكل عناوين التاريخ وأيضا الحاضر والوضع الاقتصادي، تراجع انهار أسعار النفط، أنهار النفط لم تعد عنوانا كبيرا مرتبطا بالسعودية، بالعكس عنوان تحدي تواجهه السعودية. طبعا هناك متغيرات السياسية، الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وأيضا مستقبل حتى محمد بن سلمان على المحك، وسط عائلة تعاني الكثير من الخلافات، وأي مآلات في توقعاتك للسعودية في ظل كل هذه العناوين؟ يعني سلطان العبدلي وليس العبدلي، هذا واحد. سلطان العبدلي عذرا. نعم. اثنين يا أخي الكريم، منذ أن جاء محمد بن سلمان لم يعني فقط هو زاد الطين بلة، ولا كل الملوك السابقين والمخصصات التي تصرف للعائلة المالكة وعددهم يقارب 30,000 تقريبا هي التي بددت كل هذه التريليونات، قرابة 40 تريليون بددت من أيام فهد وفيصل وخالد وعبد الله، وجاء سلمان كمل الناقص، غلق الناقص على قول الحجازيين. الشيء الثاني أو الثالث عفوا، أنه محمد بن سلمان جاء فزاد الطين بلة. تصور أن بلدا مثل الجزيرة العربية أو المملكة العربية السعودية، ما يسمى عالميا دوليا بالمملكة العربية السعودية، تمتلك أغنى الثروات وتمتلك ثلث احتياط العالم وتمتلك 6 مناجم من الذهب، ها، وتمتلك كذلك الثروة سمكية هائلة وتمتلك ثروة زراعية وتمتلك ومعها وأيضا تمتلك يعني الحج والعمرة كما قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام، سياحة أمتي الحج والعمرة. مع هذا منذ أن جاء الملك سلمان، وهذا بالمناسبة ليس كلامي أنا، ارجعوا إلى الموقع الرسمي في الويب سايت تبع وزارة المالية السعودية، اقترضت السعودية إلى يوم الناس هذا ما يقارب من 800 مليار ريال، يعني أكثر من 250 مليار دولار. طيب أين تريليونات النفط؟ لكن تريليونات النفط نعم أخذها محمد بن سلمان في بطنه، واشترى فيها اليخت واشترى فيها اللوحة والحفلات التي خرجت فضائحها بعشرات الملايين من الدولارات. إذن نحن أمام ورطة تاريخية كبرى بالنسبة للسعودية، إرهاق للشعب في الداخل، إرهاق غير مسبوق. كان النظام يضغط على أيام الملك فهد تحديدا وأيام الملك عبد الله، و1200 مليار أخذ الملك عبد الله أيام الأسهم، ولكن جاء الآن محمد بن سلمان وفي عهد سلمان السند هو ليس سندا لشعبه، ناهيك عن أن يكون سند للعرب والمسلمين، ومع هذا أنهك الشعب بالضرائب،
خفضت الرواتب، كذلك القيم المضافة، الشيء اللي كان الفواتير الكهرباء، أي بيت في أربع مكيفات كانت فاتورة الكهرباء 150 ريال، الآن 1000 ريال تأتي فاتورة الكهرباء. طبعا الضمان الاجتماعي والفقراء كلها رفعت عنهم الإعانات السنوية، ولذلك نحن نعاني أمام نظام يهتري، نظام يذهب به بن سلمان وشعب صامت خانع، وهذه الكارثة الكبرى. ومع هذا الانتخابات الأمريكية على الأبواب، وقد يذهب إذا ذهب ترامب ستزول كل هذا، ويأتي قانون جاستا، يأتي به الأمريكان الخبثاء يأتون إلى قانون جاستا، ثم يأخذون ما تبقى من 2 أو 3 تريليون من ثروتنا وثورة أبنائنا وذرارينا، يأخذونها في أمريكا جراء قضية سبتمبر. إذن نحن أمام كارثة كبرى أحدثها النظام السعودي عبر عشرات السنين، وزاد الطين بلة محمد بن سلمان بسياسته الخرقاء الرعناء التي يقول عنها ضيفك من العراق، ولا أدري كيف علم ذلك، أنها سياسة شابة. طيب أعطي ضيفك أناقشه في هذا، رؤية 2030، ما الذي قال محمد نيوم وما نيوم وكذا، كلها فاشلة. محمد بن سلمان يقتل الناس في قبائل الحويطات ويخرجهم قسرا في قبائل بلي وجهينة، يهدم البيوت على رؤوس أصحابه، بيوت وفي وأقوام في أراضيهم منذ آلاف السنين قبل أن يأتي آل سعود إلى الجزيرة العربية، ولكن محمد بن سلمان لا يعتبر هذا شيئا، ولا يلوي على غضب شعب، ولا هم يحزنون ما دام الإله السيد الأمريكي يحميه ويحرسه، ولكن يوشك ذلك أن يكون محمد بن سلمان أن ينقلب عليه السيد. أيضا ما هي السياسات الخارجية التي أبدع فيها محمد بن سلمان؟ يا أخي هؤلاء أنت تقول تطيفها وتقول سنة وشيعة، يا أخي أين تدعمك للإخوان؟ أنت تجعل الإخوان في اليمن وفي غيره، بل في داخل السعودية أو في داخل الجزيرة العربية، تجعلهم أعداء للداء، وهم لم يغضبوك يوما أصلا، ولم يغضبوا أعمامك، ولم يغضبوا جدك منذ أن كانت، والذي صنع الحركة التعليمية والحركة حتى التعليم العالي الجامعات هم الإخوان المسلمين داخل ما يسمى بالمملكة العربية السعودية. إذا نحن أمام سياسات خارجية فاشلة. انظر على سبيل المثال، في يوم في نهار رمضاني يحاصر الجار العربي القريب القطري اللي هو له أيضا منة عليه، وقد يعني استقبلت قطر والد عبد العزيز حينما خرج لاجئا مرتين استقبلته، ومع هذا يحكون المؤامرات لقطر. لماذا؟ بسبب واحد، هي قطر أرادت أن يكون، كلامي هذا ليس تزكية القطر بقدر ما هو توصيف للواقع، قطر أرادت أن تكون رقما فاعلا. انظر إلى ما تفعل قطر، صلح للسودانيين وصلح للبنانيين وصلح كذلك للأفغان مع الأمريكان، حركة طالبان التي كانت إرهابية أصبح الأمريكان يجلسون معها على الطاولة. إذن لأن قطر أرادت أن تكون شيئا مذكورا، وهي صغيرة جدا 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 حسب كلام مستشار ولي العهد السعودي. أين إنجازات محمد بن سلمان؟ لا على المستوى الاقتصادي في الداخل ناجح، لا على المستوى الاقتصادي في الخارج ناجح، حتى صاحب البنك الياباني يقول جلست معاه واخذت 100 مليار دولار تقريبا، طيب. او 50 مليار في 50 دقيقه اخذت 50 مليار دولار. شاب ارعن ليس له خبره لا بالسياسه وليس له خبره بالامن، وثم من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون، أنه استعدى أهله واستعدى أبناء عمومته، فها هو يأخذ الجلاد السابق محمد بن نايف ويرميه رمية من لا يؤبه به، ثم يأتي بأبناء عمومته، ثم يأتي إلى تجار، لاحظ وهذه الكلمة لها مدلول كبير عندي، يأتي إلى تجار الحجاز فيأخذ أموالهم واحدا واحدا ويعريهم من ثرواتهم من بكر بن لادن إلى صالح كامل إلى 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 آخره، ثم يأتي إلى ثروات أبناء عمومته ثم يسلبها سلبا، ثم يهينهم إهانة بالغة، وهذا طبعا من فضل الله أنه أسقط هيبة هذه الأسرة التي يجب أن تزول بعدما فعلت هذه الأفاعيل. ماذا عن الاعتقالات كذلك لسلمان العودة وللناشطين لجين الهدول؟ طبعا اعتقال العلماء وفي مقدمتهم الشيخ سفر الحوالي الذي صقع يعني أو ضرب رأس هامة محمد بن سلمان ووالده الصهيوني الخالص بكتاب 3000 صفحة وعرى النظام السعودي، ثم الشهيد عبد الله الحامد الذي اعتقل طبعا أيام محمد بن نايف، ثم كذلك الشيخ نمر النمر، ثم بعدهم جاءت مجموعة سبتمبر منهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري وعلي بادحدح ولفيف كبير من طلاب العلم والدكاترة والأكاد حتى الصحفيين الذين كانوا في يوم من الأيام يؤيدون الرؤية حتى، ولكن محمد بن سلمان لا يريد أن يسمع كلمة. طيب أستاذ سلطان، ربما من حق الأستاذ صرمت مدام شرط لا رددت على كل ما قاله أستاذ صرمت، ما رده
اولا المملكه العربيه السعوديه اقتصادها اقتصاد صلد جدا، هي عضو في الجي 20 لجريد الامم العشرين الكبرى، والمملكه العربيه السعوديه استثمارات في كل انحاء العالم بمبالغ خياليه. اما ما يدعيه سيد المتكلم الان بان هناك انهيار اقتصادي، هذا كذب وافتراء وبعيد كل البعد عن المملكة. المملكة نظامها الاقتصادي رصين، ولها مساهمات ولها استثمارات في كل أنحاء العالم، استثمارات خيالية جدا وكبيرة جدا وصلدة جدا، ولها مساعدات لكل الدول الفقيرة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. أما مقارنة المملكة العربية السعودية في قطر أو غيرها، هذه مقارنة لا تجوز، لأن المملكة العربية السعودية بالحقيقة هي أم الخليج. أما تسمية الخليج بالخليج الفارسي، فالخليج عربي غصبا على عين إيران وكل من يدعي ذلك. الخليج عربي، والخليج بضفتيه الشرقية والغربية هي ضفات الخليج العربي. جمال عبد الناصر بدون لف ودوران، اي الان في جماعه نصدم، وصلنا المرحله الان بان الكلام الافتراء بانه المملكه ضد التقدم والمملكه اعتقلت وقتلت وكذا، هذا كلام بعيد عن الواقع. هنالك نظام قانوني مستقر ومتواصل، وهنالك ادعاء وادعاء عام. اما ان حدثت اختراق لهذا النظام هنا وهناك، وهناك من خالف وأجرم فأخذ جزاء العادل، وهنالك اختراقات حدثت علنا، ويتصف النظام السعودي الملك السعودي بالهدوء وعدم الاستفزاز وعدم الرد على الادعاءات. لكن حقيقة الأمر المملكة في تقدم مستمر ومضطرد. هناك الآن عشرات الجامعات والكليات والمعارف. عشرات الجامعات تدلس على الناس شبكة أنت شبكة أنت تدلس على الناس الآن تقول لي عشرات الجامعات. محمد بن سلمان فقط اشترى اليخت واللوحة والقصر، ما اشترى شيء محمد بن سلمان. رجاء لا تدلس على الناس. سأعطيك الفرصة أستاذ سلطان. أنا مو محمد سلطان، خليك ده سرمت يكمل. رجاء أنت تتكلم. نعم تفضل أستاذ سرمت تفضل. يعني حقيقة هنالك ادعاءات باطلة. اليوم سكك الحديد، الطيران، الجامعات، المدارس، هناك تقدم ملحوظ. طيب جميل، هناك تقدم، هناك تقدم ملحوظ. يبقى معنا أستاذ سرمت لو سمحت. هناك تقدم ملحوظ أستاذ أسعد الشرعي، هناك تقدم ملحوظ لا ينكره إلا جاحد، يعني بحسب كلام الأستاذ سرمت. يا أخي الكريم، الكلام ممكن أن يقال، يعني الأخ يقدر يقول أن يقول أن السعودية أفضل من أمريكا وأفضل، هو كلام الرجل يقول كلام، لكن ما على الأرض هناك كارثة، كارثة بكل المقاييس. نقول له، نقول لهذا الأخ الذي يدعي أن الأمور على ما يرام، لماذا وزير المالية طلع للشعب السعودي وقال هناك تقشف، أربطوا الأحزمة، هناك تخفيض في الأجور، هناك رفع للضرائب؟ يعني أنا ما أقول أنا من عندي، أقول لوزير المالية السعودي يقول هذا الكلام. هم تضرروا بسبب كورونا، وتضرروا بسبب الحرمين أنهما أغلقتا، لا حج ولا عمرة، وهذا ضربهم في الصميم. نعم اقتصادها قوي، لكنه تخيل أنت اقتصاد بيد واحد غير أحمق مطاع، يعني مثل محمد بن سلمان. تخيل انت واحد ماسك كذا جره من الفلوس وهو اهبل لا يعرف لا يدري. لا هو لا هو بالعكس صار عنده نظره تنويع الاقتصاد السعودي. يا اخي يا 2030 رؤيه 2030 وفتح المجتمع السعودي. تفضل اخي. اخي انا اريد هذا الاخ العراقي الذي يتكلم، ما في داعي للكلام الذي يعني هكذا يطلق الكلام على عواهنه، يقول لنا دلائل لا يهدي بالكلام هذا. يعني انا اقول له هناك مشاكل في السعوديه. هذا محمد بن سلمان، انا اتحدى أن يقول كلام مقنع هذا الأخ اللي في العراقي سرمد بخطوة واحدة اقتصادية سياسية أي حاجة نجح فيها محمد بن سلمان. أنا عندما يأتي دوره أخبره، أسأله هذا السؤال. لا ليس الآن، الوقت ما زال لي. تفضل خلني أزيد أتكلم. الله يرحم والديك، يعني أنا قاعد في راسي حاجات ولما يجي وقتي تقول تأخذني. يعني سلطان عبدلي والأخ سرمد، شوف السعودية نحن نحبها، لا يظن هذا الأخ أننا نكره السعودية. والله أنني أحب السعودية أكثر منه، وأنا هنا أنتقد محمد بن سلمان غيرة في السعودية وحبا في السعودية. وكما قال صديقه أو مواطنه صباح الخزاعي يوما أن السعودية هذه والسعودية البلاد الحرمين. يا أخي أنتم تدلسون لها، أنتم لا تحبونها، أنتم تدلسون وتضللون الناس، وهذا ليس حبا في السعودية. نحن نحب بلاد الحرمين ونحب مكة والمدينة ونتمنى أن يكون للسعودية رأي، لكن يا أخي من أين؟ منذ أن جاء هذا الرجل الصهيوني
الذي صنع على أعين الصهاينة، والذي أنقذه ترامب ونتنياهو عندما ترنح بعد خاشقجي، والذي يحتفل به الكنيسة الإسرائيلي، أنهم خلاص يا أخي بوجود محمد بن سلمان الكارثة أصبحت السعودية بكبرها وثقلها في الجيب الخلفي لإيفانكا. يا أخي صلى الله على النبي، حتى مكانة الملك سلمان نفسه ما عادت لها قيمة، أصبحت كان زمان هذا الأسرة الحاكمة يعد الواحد للعشرة عشان يذكرهم، الآن أصبحت مسخرة. أكبر مادة للسخرية والتندر والتنكيت هي آل سعود. يا أخي رجل ترامب نفسه الآن ليس له شغلة إلا أن يحول الملك سلمان هذا الذي يعتبرونه إلى مادة للإضحاك، يضحك ناخبيه. لقد اتصلت بالملك سلمان وقعد يتمسخر عليه، لم يسمي أحد ترامب بقرة مثل ما سمى السعودية. طيب. يا أخي مهانة، لا عدلهم هيبة ولا عدلهم شيء. طيب الوقت تضغط علينا أستاذ أسعد، أعطيني فرصة أعطي الأستاذ سلطان في الأخير. أستاذ سلطان، ماذا عن الداخل السعودي في تسعينية المملكة؟ يعني وبكل هذه العناوين التي كنا نتحدث عنها إلى الجانب الاقتصادي ولجانب ارتفاع أيضا تكاليف المعيشة والتدهور الاقتصادي التي تعيشه المملكة. اي نعم، اولا اعتذر للاستاذ اسعد، اقول بالنسبه للوقت لا ذنب لي فيه، فلا تلومني ولا توجه لي اللوم، هذا واحد. الوم المقدم المقدم استاذ ياسين، الله يحفظكم. بالنسبه للداخل السعودي، نحن نتواصل مع اهلنا ان كان في الحجاز ولا في نجد ولا في الشرقيه في الاحساء ولا في الشمال والجنوب. الوضع الاقتصادي للامانه ولا اقول والله العظيم الا الشيء الذي اعتقده او الشيء الذي الناس تكلمون عنه وعبر جميع وسائل التواصل، الوضع الاقتصادي خانق وصعب جدا للغاية. يعني تصور يا سيد الكريم، الذي كان يذهب بأسرته إلى أحد المطاعم على سبيل المثال وكان يأكل مثلا وجبة بمئة ريال، أصبحت الوجبة بمئة وخمسين ريال. الذي كان يشتري الغرض من مونة البيت مثلا، وتعرف أنه نحن الشعب ليس شعبا مزارعا، بن سعود آل سعود المناكيد قضوا على الزراعة تماما، وعلقوا الناس بهذه بطاقة الصرافات التي يعني تعتبر آلهة، ويأتي نهاية الشهر يوم 25 طبعا غير الرواتب من الهجري إلى الميلادي إلى العقرب إلى الجدي إلى الثور إلى غير ما، كان يعاني من تهميش كبير. حتى كانوا معروف أنه أقاربه في حتى إخوانه الكبار اللي هم أبناء السديرية، هو ابن العجمية فهدة لكن هو ابن السدير، كانوا يدونه ابن البدوية طبعا، وهذا تكبر من آل سعود، ولكن كان مهمشا الرجل. فلما استوثق بأبيه وسيطر على أبيه أخذ كل عصب الدولة وكذلك مفاصل الدولة الاقتصادية، وقال بالنص لسوف أجمع في سنة واحدة مثل ما لدى الوليد بن طلال وخالد بن سلطان وعبد العزيز بن فهد الذين جندلهم جندلة. الشاهد أننا في داخل بلادنا نعاني من أزمة اقتصادية خانقة وضاربة إلى الأخير، ومع زيادة الدخولات وشفط أيضا كل ما في أيدي الناس وما في البنوك كما فعل في قضية يعني الاكتتاب في أرامكو، يحاول أن يسحب ما بتبقى من جيوب الناس. شكرا جزيلا لك سلطان العبدلي المعارض الناشط السعودي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. سرمد عبد الكريم، الوقت يضغط علينا، يعني ما رأيك مما سمعت؟ طبعا أنت تصر بأنه بالعكس السعودية بين أيدين آمنة وأمير شاب. السعودية اقتصادها متين جدا، وهذا الكلام بعيد عن الصحة. التضخم عالمي وزيادة الأسعار عالمية، وهو يقول ليس لدينا زراعة، هذا كلها مواد مستوردة، لكن الاقتصاد داخلي اليوم المستوى الاقتصادي للفرد السعودي أكبر مستوى اقتصادي في كل أنحاء المنطقة بل العالم. ويجب لا ننسى توقف الحج والعمرة ليس لغرض اقتصادي، وإنما بسبب مرض كوفيد 19 ومرض الكورونا. هذا توقف إجباري، وهو ليس توقف بسبب اقتصادي. والوضع الاقتصادي في داخل المملكة متين، والكلام على سمو الأمير محمد بن سلمان وخادم الحرمين كلام ظالم وغير صحيح وغير حقيقي، ويجب علينا أن نذكر الحقيقة سواء أحببنا هذا الرجل أم كرهنا هذا الرجل. طيب لكن ألم تتأثر صورة السعودية فعلا مع خاصة بعد جريمة خاشقجي البشعة؟ يعني هذه جريمة، والقضاء السعودي حقق فيها واقتص من الفاعلين لهذه الجريمة خارج بعيد جدا عن القيادة الهرمية للمملكة السعودية. ولكن المخابرات الأمريكية اتهمت محمد بن سلمان بأنه هذا لا يوجد هذا كلام، لا مخابرات أمريكية ولا غير الكلام. هنالك نظام قضائي تم التحقيق، وهناك محاولة لتوريط المملكة وقيادات المملكة في هذا الكلام لكن فشلت والحمد لله. لكن يجب أن نقول هل حقيقي بأنه ما حدث في المملكة العربية السعودية هناك انهيار؟ أبدا لا يوجد انهيار، بل تقدم مستمر
ونتمنى كل الخير والبركات لهذا العدي الممنون، وإن شاء الله تقود المملكة المنطقة إلى بر الأمان وبر السلام، وتقضي على أحلام إيران بالسيطرة على المنطقة. شكرا جزيلا لك سرمد عبد الكريم الإعلامي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من الدنمارك. قبل أن أعود ونختم النقاش مع أسعد الشرعي، انضم إلينا في النقاش دكتور إسماعيل خلف الله المحامي الجزائري. دكتور إسماعيل خلف الله، كان سلطان العبد اللي يربط الجزائر بالسعودية ويشير إلى حادثة خالد نزار واستقباله من الملك فهد، وفي مذكرته خالد نزار يكشف ذلك بأنه الملك فهد دعم انقلاب 92 وقال له هؤلاء عباسي مدني وعليك وعلي بالحاج والإسلاميين الجبهة الإسلامية الإنقاذ عليك بالعصا. يعني أي صورة للسعودية ربما بناء على خلفية هذا في الجزائر وهي في التسعينيات؟ يعني في البداية أحييك أستاذ جمال وأحيي ضيوفك وأحيي المشاهدين الكرام. أنا والله كنت الآن على مع قناة وكنت أتكلم على هذه النقطة بالذات، قلت أنا ألوم كل المحللين والمتتبعين لما يسمى بالتجربة الديمقراطية في العالم العربي لا يذكرون أن الجزائر عاشت مرحلة من الديمقراطية، عشنا 3 سنوات وانقلبت عليها جنرالات الدم ومن نظار وشاكلة نظار، هؤلاء بدعم من الدول من السعودية ومن الإمارات، هؤلاء الدول التي هي دول تعمل بالوكالة، هي تعمل بالوكالة لمواجهة ما يسمى ب أو هم يقومون الذي يدعم فقط الثورة المضادة، بل هم يخلقون هذه الثورة، هم يدعمونها ويخلقونها ويمولونها ويسوقون لها. هذا الانقلاب الذي حصد أرواح الجزائريين وسالت الدماء الوديان من الدماء الجزائريين، وللأسف الحقوقيون اليوم لا يذكرون هذا، لا يذكرون فقط الربيع العربي من 2011. الجزائر عاشت ربيعها في أكتوبر 88 وعشنا انتقال ديمقراطي، تقريبا عشنا ديمقراطية، جو ديمقراطي، ونتج عنه انتخابات نزيهة شهد بها كل العالم، انتخابات نزيهة لا يهم من نجح فيها، المهم أنها انتخابات كانت أعطت للإرادة الشعبية حقها، ولكن للأسف الشديد هؤلاء وهذا من هذا النظام السعودي الذي هو كان داعما لهذه الثورة المضادة، وكان وطبيعة الحال هي كما ذكرت هو نصار في مذكراته ذكرها بالحرف، وقال عندما التقى بالملك السعودي فهد وأعطاه تلك الملايير المليارة وقال له عليكم بالعصا بالعصا بالعصا، لمن العصا هذه؟ لهؤلاء الذين يريدون أن يمثلوا الإرادة الشعبية سواء كان إسلاميا أو من جهة أخرى. أنا أقول حتى لا ينسب أن وبطبيعة الحال هم يشيطنون الإسلام السياسي، هم يعملون على شيطنة الإسلام السياسي ويجعلونه في خانة الإرهاب، وعملوا على ذلك ودعموا كل ما كان بإمكانهم. مع أنه ألا تبدو مفارقة أنه بالعكس السعودية هي المتهمة بدعم الإسلاميين يعني وبتشجيع صعود الأصوليين كما يوصفون، يعني حتى في 92 برغم كلام خالد نزار الموثق بالعكس كانت هناك اتهامات للسعودية بأنها هي من تمول جماعات أو محسوبون على السعودية هم من يدعمون الجماعات الإسلامية المسلحة. صحيح، هذه من المفارقات ومن الأمور التي تدعو إلى الحيرة، أن هؤلاء أو يعني توضح على أساس أن هؤلاء ما هم إلا أدوات تسيرها أنظمة غربية، هؤلاء ما هم إلا أدوات وما هم إلا خزائن مالية، هؤلاء ما هم خزائن مالية وأدوات لضرب الإرادات الشعبية هنا وهناك وخاصة في العالم العربي. كل تجربة إذا تكلمنا عن الإرهاب، هؤلاء كانوا داعمين لما يسمى بالجهاد الأفغاني،
هم السعودية كانت تدعم وكانت تجند الشباب، وبعدما كان بأمر من الاتحاد من الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لضرب الاتحاد السوفيتي، وعندما انتهت المهمة قيل بأن هذه الجماعة هي جماعات إرهابية ويجب شيطنتها، فانتقلت المهمة من دعم إلى مواجهة وإلى ضرب، وبالتالي فكان ولسوء حظنا نحن جئنا كنا في تلك الفترة، ف يعني ضرب الشعب الجزائري في 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 ديمقراطيته وفي تجربته الفتية التي لم يتركوها حتى. ولكن هل إلقاء اللوم دائما كذلك على الثورات المضادة، على المؤامرات، على السعودية في هذه الحالة وحتى على دول الأخرى، أم أن هناك عوامل داخلية كذلك في الحالة الجزائرية بعد ثورة شعبية، حراك شعبي، بالعكس قوى محسوبة على الإسلام السياسي وعلى تحالفت عمليا مع القيد صالح ومع انقلابيين آخرين في العسكر لشيطنة هذه الثورة وبقاء نفس النظام، يعني بتفسيرات إيديولوجية، بالعكس وشيطنة الحراك بأنه فيه من يتآمرون على الهوية وعلى قيم الدولة، قيم المجتمع كذلك. يا أستاذ جمال، احنا كنا نتكلم على تلك المرحلة، ولكن الآن هذه الإرهاصات التي تقود، الآن نحن نتكلم على الحراك الجزائري، ضمن الحراك نحن نتكلم على تجربة الديمقراطية في العالم العربي. نعم، إذا ولكن في الحالة الجزائرية هل يجب فقط أو في حالة أخرى إلقاء اللوم على الخارج، على ثورات المضادة، على السعودية، من هناك من مثلا بالعكس لعب دورا في تمديد عمر هذا النظام وتآمر وتحالف بتسويقات إيديولوجية مع النظام لضرب الثورة الشعبية، لضرب الحراك؟ شوف يا أستاذ جمال، أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنني ربما لو أدخل سوف أتهم في هذا الطرف أو في ذلك الطرف. طيب، على كل إن ربما نلقى، ربما الوقت على كل إن ضغط علينا ربما. اسمح لي أستاذ جمال، لا في هذه النقطة بالذات فقط. فضل. لو الآن التجربة التونسية الآن يعني واضحة، لكن هذه الثورات المضادة التي ما زال يعاني منها ما زال التجربة التونسية، خلينا من التجربة الجزائرية، التجربة التونسية الآن تضرب في الصميم. هؤلاء حركة النهضة تشيطن من طرف هذه الأنظمة، ورغم أن الشعب بغض النظر هو أعطاها هذا البرلمان أو أعطاها الرئاسة أو أعطاها شيء آخر، فهذا الشعب هي إرادة شعبية. كذلك إذا رجعنا إلى الحالة الجزائرية، الحالة الجزائرية تعاني من هذا أيضا، هي تعاني أن هناك أنظمة تضغط، وأن هذه الأنظمة هي عندها أذرعها سواء في أجنحة السلطة أو داخل ما يسمى بالمجتمع المدني. طيب، المدني الوقت فعلا فعلا أدرك أنا. شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل خلف الله، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. أحمد أسعد الشرعي بالأحرى، في الأخير الوقت أدركنا فعلا، بدأنا بك وسننتهي معك، ورغم ذلك ربما ستلومنا في الوقت، يعني وإن حسبناها ربما أخذت القسط الأسد في الوقت. ولكن الآن خلاصة النقاش، يعني نتحدث عن السعودية، هناك البعد الاستراتيجي في مآلات السعودية وهي في تسعينيتها، ولكن هناك البعد على المدى القريب، هناك انتخابات رئاسية ستكون فاصلة في مآلات الوضع في السعودية، ليس كذلك؟ وأولها على محمد بن سلمان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، وهو مصير ترامب في هذه الانتخابات، أليس كذلك؟ الشيء الذي لا يستطيع أحد أن ينكره أنه هذه الأسرة الحاكمة ما عادت متماسكة مثل ما كانت، الآن هي اهتزت وبعنف، هي تتآكل من الداخل، يعني تخيل أنه أصبحوا كالذئاب داخل الأسرة، القوي يأكل الضعيف، يعني تخيل محمد بن سلمان سجن كم من أبناء عمومته، فبالتالي ما عادت تلك القوة. أيضا وجود محمد بن سلمان لا يستطيع أحد أن ينكر أنه فعلا لا يملك أي بعد سياسي ولا يملك أي نظرة، بدليل الواقع. نحن لا نتكلم الآن الكلام ببلاش، نعم أنا ممكن ألومه وهذا ممكن يمدح، لكنني الواقع
يكذبني أو يكذب الطرف الآخر أن هذا الرجل كاذب على كل المستويات. لا يوجد خطوة خطاها صحيحة، كل الخطوات التي خطاها مدمرة، وكل الوعود التي قالها مدمرة. ثم أن السعودية ما عاد لها بحجمها، أنا دائما ما أقول أن السعودية كبيرة جدا على محمد بن سلمان، كبيرة كبيرة، هو صغير صغير جدا. السعودية بحاجة إلى رجل قوي يحكمها، وليس رجل غير أحمق مطاع كما نسميه يدار من هنا ومن هناك. الأخ الذي تكلم ذكر ما يسمى بالثورة المضادة، هم واحدين من أكثر الناس داعمين للثورة المضادة، ولكن سرمد عبد الكريم كان يقود بالعكس، محمد بن سلمان يقود السعودية إلى مزيد من التطور والرخاء. هو كان باقي شوية من سرمد ويقول أن محمد بن سلمان هذا كان مهاتير محمد، كان عمر المختار الأخ سرمد يعني قال كلام، والكلام ممكن أن يقوله أي شخص، لكن ما بيني وبين الأخ سرمد هو الواقع. أنا تحديته بكلام صريح أن يأتيني بخطوة واحدة نجحتها محمد بن سلمان، هو نجح في شيء واحد، الانفتاح، وانفتاح الوسط، يعني تحريك الوسط، الإسلام الوسطي، أنه خرج الناس يرقصوا في الشوارع. غير هذا أتحدى أي واحد من يمدحون محمد بن سلمان أن يأتيني بشيء غير الرقص والطبل والغناء نجح فيه محمد بن سلمان، غيره ما فيش. أسعد الشرعي الناشط والمدون اليمني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. مني ومن كل الفريق العاملي أجمل التحايا، إلى اللقاء.